في هذه المؤسسة الوطنية العريقة اللي تجسد مفهوم السلطة الرابعة بطريقة إيجابية، تفتح المجال لحوار حقيقي وتبادل بالآراء. وبصراحة الفريق اللي عندك اللي بيغطي الوزارة ومواضيع التعليم التربية والتعليم، إن كان الأخ حاتم والأخت سرى اللي دائما معنا في كل جولاتنا، فريق رائع وبيقوموا بمهمتهم بكل مهنية وكل انتماء. فبنوجه الشكر إلى صحيفة الرأي والقائمين عليها والعاملين فيها. وبشرفني إنه أطرح هذا الموضوع المحور اللي هو موضوع امتحان الثانوية العامة وتطويره وتطوير كافة أدوات القياس والتقويم اللي في العملية التعليمية. إحنا في هذه الأيام لسنا بحاجة أن نؤكد لماذا هذا الموضوع مهم، وهو الآن المؤرق، ويمكن ما في بيت أردني إلا في إما طالب أو جار أو ابن أخ أو ابن أخت بنت أخت أو كذا اللي بس معلش خلينا نراجع ليش المدخل أو أحد المداخل الهامة لإصلاح التربية والتعليم ومنظومة التربية والتعليم، أحد المداخل هو امتحان الثانوية العامة. ليش؟ أولاً بنقول إنه بالتأكيد الامتحانات هي جزء من منظومة التربية والتعليم. في عندك المعلم، في عندك المناهج، في عندك البيئة الصفية، فهي ليست الموضوع الوحيد. وحتى في إطار الامتحانات لا يجوز أن يكون هناك امتحان وحيد مهم على مدى ال 12 سنة اللي بيصير فيها التقييم. فهذا يؤكد على السؤال إنه لماذا بدأنا بامتحان الثانوية العامة. الصراحة في عدة أسباب، أولها وأهمها إنه بطبيعة الأمور يعني بطبيعة الحال لما المعلم والمتعلم، هذا بدرس وهذاك يدرس للامتحان، فأنت ممكن تغير كل شيء. إذا ما غيرت الامتحان بضل كل يشتغل بنفس الطريقة. باللحظة اللي بتغير فيها الامتحان وبتطور فيها الامتحان تبدأ تتغير العملية في داخل الصف. أعطيكم مثال اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية لأنه الامتحان ما بركز على الفهم وعلى النطق والمحادثة، طلابنا ضعاف بالإنجليزي بالفهم والنطق والمحادثة، لأنه بركز على القراءة والكتابة فهم أفضل بالقراءة والكتابة منهم من بالقدر. فالامتحان له تأثير مباشر على ماذا يتعلم وكيف يتعلم الطالب وعلى ماذا يركز المعلم بالصف. هذا جانب. الجانب الثاني هو الأثر النفسي والاجتماعي للامتحان. هناك دول في العالم بتفوت الصبح تفطر بتروح تاخذ امتحان تطلع نتيجتك آخر النهار، إن كنت مبدع بتقول الحمد لله، إذا لا بترجع بعد أسبوعين بتاخده. ما حدا بدرى، أي أهلك يمكن ما يجي يلا يكونوا عارفين أنه عندك امتحان في هذا الشيء. وفي دول أخرى مش بس الأردن بيصير فيها أزمة، يعني أزمة نفسية، حالة طوارئ في المنزل، حالة خوف رعب هذا. وكلنا يمكن أنا بقدر أقول فيش واحد فينا لليوم ما بفكر كيف كانت امتحانات التوجيهي، ولسه ما بحلم لليوم انه تأخر على الامتحان ولا فات ما كذا ولا راح على الامتحان الغلط ولا. فيعني فعلا بتشكل اثر نفسي واثر على الاسرة واثر اجتماعي ايضا بنتائجه، انه احنا كمان يرتبط بوصمة فشل للي اما ما اجتاز الامتحان او حتى اللي خلص 12 سنة وما تقدم، وهي نسبة عالية جدا من شبابنا. فعلينا أن نفهم أولا البعد النفسي
والاجتماعي للامتحان، وأثار هذا البعد النفسي والاجتماعي على كل شيء، على السياسة والمجتمع والاقتصاد والحياة العامة والغضب والعصبية اللي بتصير عند الناس، وشعورهم بالإحباط، شعورهم بفقدان الأمل. كلها هاي قضايا ما بصير نتطلع عليها وكأنها يعني ثانوية، هي اللي يحدد قدرة الإنسان على تطوير نفسه هو شعوره بالثقة بالنفس وأمله في المستقبل. لما بتشيل ثقته بنفسه، لما بتعدمه من ثقته بنفسه وهذا معناته وشعوره أنه في بصيص أمل في مكان ما، أنت بتحكم عليه بشكل مسبق بالإحباط، وبالتالي بعدم أخذ أي مبادرة، وبالتالي تدريجيا الخروج من المجتمع المنتج المشارك، ويوما ما لا سمح الله الخروج على المجتمع بشكل أو بآخر. الدراسات العالمية في هذا الموضوع تشير إنه الضغط النفسي الخارجي على الطالب لا يساعد إطلاقا في تحسين أدائه. هاي دراسات علمية مش وجهة نظر مش رأي، يقول لك. وهاي امتحان البيزا إذا بتسمعوا عنه، اللي بنعمل في كل دول العالم ومنها في الأردن، بيعملوا مقابلات ومسوحات على الطلبة بعد ما يخلصوا، بسألوهم إنه أنت بالبيت يعني عندك الجو، هل أهلك بي يعني في جو أسري برهبك بخوفك، بقول لك إذا ما نجحت يا ويلك كذا، ولا النسبة الأعلى اللي علاماتها أعلى بيقولوا إنه ما في ضغط نفسي عليهم أو على في العالم، بينما الدول اللي فيها ضغط نفسي بيكون أدائها التحصيلي والقدرات أقل. فعلينا معالجة هذا الموضوع، الجانب النفسي والاجتماعي، وممكن ناهيك طبعا عن هذه الوصمة وتأثيرها على حياة الإنسان فيما بعد، إن كان في العمل ولا في الزواج ولا في الكذا، يعني كيف بتأثر على كل هذا، وتؤدي إلى هاي حالة جيل الانتظار اللي حكينا عنها عندكم وآثارها السلبية. والبعد الاقتصادي أيضا كمان. طبعا هلا بدنا نحكي، فيعني عنا الجانب النفسي والاجتماعي، عنا الجانب اللي بنقدر نحكي يعني القياسي، خلينا نقول، او يمكن تسعفونا احنا ماذا نقيس في هذا الامتحان، ما هو الذي نقيسه؟ هل نقيس القدرة على الحفظ، ولا وقديش أهمية القدرة على الحفظ، وهل هاي المهارة الوحيدة اللي بدنا نقيسها، ولا بدنا نقيس مهارات أخرى اللي بسموها مهارات التفكير العليا اللي فيها القدرة على التحليل، الفهم والتحليل والنقد والتفكير المركب والوصول إلى الاستنتاج وما إلى ذلك. فقد يختلف اثنان في الأردن على أهمية الحفظ، ناس بيقول لك لا الحفظ كويس، ناس بيقول لك لا مش كويس، بس لا أحد يختلف إنه ما بصيرش يكون هذا المقياس الوحيد أو الغالب في 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 امتحانات. فبالتالي احنا بنعرف انه في عنا طلبة يعني بيكونوا اذكياء جدا ولكن قدرتهم على الحفظ ضعيف، بيجيب 97 بالفيزياء و100 بالرياضيات بس بالتاريخ وبالعربي وكذا مش قادر يحفظ، وبالمقابل في ناس قدرتهم على الحفظ عظيمة وحتى الرياضيات والفيزياء والكذا بيحفظوها حفظ، وعارف إذا بتجيب له السؤال حافظ الجواب قبل ما هذا، بيصير يجيبون لك السؤال من الكتاب ولا مش من الكتاب، يعني إذا غيرت شوية بصيغة السؤال. فإذا إحنا بنعمل الامتحانات كمقياس، هل هذا هو المقياس المناسب؟ وهل يعطي الطالب نفسه المؤشرات التي يحتاجها حول مستقبله الأكاديمي أو المهني وفي سوق العمل؟ وهل يعطي المؤشرات الصحيحة إلى الجامعة والكلية وصاحب العمل؟ أنا دائما بحكي قصص حتى الناس تعرف، يعني بس معظم الناس عندها قصصها حول هذا الطالب اللي جاب 97 بالتوجيهي و98 بالفيزياء و98.5 بالرياضيات
وجاني على هذا بقول لي أنا بدي تساعدني. قلت له شو؟ قال أنا جبت هاي العلامة. قلت له طيب ممتاز. قال بس أنا جبت 51 في العربي. قلت له طيب أنت مش شاطر بالعربي. قال ما هو بتعرف شو التخصص اللي طلع لي بالجامعة الأردنية؟ لغة عربية. فيعني إحنا عم يعني هذا. فنرجع لقصة القياس واستخدام هذا الرقم لمعدل التوجيه. الجانب الثالث هو الجانب الاقتصادي اللي والتنموي والقيمي حتى للامتحان. على الامتحان أن يساعد الطالب أولا على اكتشاف ميوله وتأهيله بالحد الأدنى وقياس هذا التأهيل في القضاء في في المهارات الأساسية، القراءة والكتابة والحساب، ويقدم إلى سوق العمل والتعليم العالي وكذا مؤشرات على هذا الموضوع. ولكن الفكرة الأساسية وعشان هيك سمي بالتوجيهي، إنه توجيه الطالب باتجاه يعكس قدراته وميوله. إحنا التوجيه لا يقدم ذلك، لأنه بالآخر هو معدل لعشر مواد، عشر مباحث. فقد زي ما حكينا مباحث تكون 100% جايب فيها ومبحث ثاني جايب 50، وأنت له 75 هو طالب متوسط، مع أنه هو مش متوسط، هو بعكس المتوسط، هو مبدع في مجال ومخفق في مجال آخر يعني ما. فاليوم نحن في مرحلة اقتصادية عالمية تعيش الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على نمط إنتاجي هو الإبداع. إحنا أجي مرينا بالثورة الزراعية والثورة الصناعية وكذا. الثورة الصناعية كانت تعتمد على خطوط الإنتاج. إذا أنت تعتمد على خطوط الإنتاج بدك تحط عمال خلف خطوط كل واحد يعمل تماما اللي بيعمله زميله، وإذا شلت واحد وحطيت واحد محله يعمل تماما اللي كان بيعمله هذاك. بدكش واحد يفكر بطريقة مبتكرة ولا كذا ولا هذا. بالثورة الصناعية الرابعة أنت استبدلت كل هاي المهارات والإجرائية بأجهزة بروبوتات. فصار التحدي الأساسي أنه هل عندك القدرة أنك تصمم شيء جديد؟ هل عندك القدرة أنك تحل مشكلة قائمة موجودة؟ هل عندك القدرة أنك تبدع في موضوع ما حدا فكر فيه قبل هيك؟ هذا أصبح عنوان الثورة الصناعية الرابعة. وبالتالي كل المواضيع اللي بنطلع عليها لها علاقة في إبداع، إما في التصميم وإما في إنتاج شيء جديد، أو إما في طريقة العمل واستفادة المستهلك منها. فهذا كله يتطلب تركيز على الميول وعلى المواهب، بدل ما يكون بالطريقة الحالية اللي بتقول زي ما حكينا يعني ناخذ المعدل. في جانب رابع أيضا مهم اللي هو العدالة وتكافؤ الفرص. المرحلة التعليمية هاي أهم مرحلة في موضوع تكافؤ الفرص. يعني إذا أنا لم أوفر حد أدنى من الفرص المتكافئة جغرافيا، أنا بحكم على أجيال كاملة من الشباب مسبقا، خلص اللي بمدرسته ما وفرت له معلم إنجليزي وما وفرت له معلم رياضيات، لن يستطيع بحياته اللاحقة أن يرأب هذه الفجوة. يعني بصير هو الاستثناء إذا تمكن من ذلك. جميل إنه يكون عندنا مقياس واحد في امتحان الثانوي، ولكن إذا كان عندنا مقياس واحد في مدخلات التعليم، إذا ما عندنا هذا المقياس في الأطراف شو بنعمل؟ الحل على المدى المتوسط والطويل أن بالتدريج أن نغلق هذه الفجوة. ولكن على الأقل في على المدى القصير علينا أن نقيس بشكل مختلف، وهلا راح أحكي عنه
بشكل مختصر. في إيلاء لموضوع الامتحان الثانوية العامة إلى أهمية قصوى لتطويره. أنا أعتقد أن الخطوة الأولى كانت ضبط الامتحان وإعادة الهيبة ومنع الغش وكل الأمور هاي، لأنه هاي بدونها هاي خطوة أساسية وهي قاعدة نبني عليها. بدون هاي الخطوة الأساسية لا نستطيع أن نتحدث عن امتحان أصلا أو عن تقييم أو عن قياس. وأيضا إحنا بحاجة إلى أن يكون هذا الامتحان ليس فقط تقييم للطالب، هو لازم يكون تقييم للعملية التعليمية ككل من الصف الأول ابتدائي لصف الثاني ثانوي، وليس فقط يعني كيف عملت بامتحان التوجيه. وفي مؤشرات ضعف موجودة عندنا في العملية التعليمية بشكل عام، في فوارق بين المراكز والأطراف، وفي فوارق هذه تنعكس على مواد محددة خصوصا اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء ومواد أخرى. بس اللغة الإنجليزية بشكل خاص، يعني إذا بدي أطلع على نسب الرسوب عنا اللي راسب بمادة واحدة، عدد الراسبين بمادة واحدة غالبيتهم العظمى راسبين بالإنجليزي، وهدول اللي بتقدموا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وهالأربع مرات بيرتفع معدله بالإنجليزي بيبدأ 42 بصف 47 وبرسب بالرابع. فهي وسيلة لتقييم ليس فقط الطالب وتقويم، ولكن تقويم العملية التعليمية برمتها. فالآن لما صرنا نثق بالرقم على الأقل اللي عم بيجينا، عندنا قدرة أن نقول طيب وين المشكلة وكيف بدنا نحلها. فبدأنا زي ما حكينا بضبط الامتحان وعادة هيبته، والآن إحنا في صدد الجوانب الأخرى من تطوير الامتحان في جوانبه النفسية والاجتماعية والمهنية والتربوية، ومساعدته للطالب في توجيه الطالب إذا ما استمر باستخدام التوجيه. أما حول إنه هل نحن بحاجة إلى امتحان ثانوية عامة ولا في أصوات أحيانا تطالب بإلغائه، إحنا بحاجة إلى امتحان ثانوية عامة. معظم دول العالم تستند إلى امتحان ما حتى نقدر نقارن، نجري مقارنة بين طالب وطالب. في دول أمريكا تستخدم السات، بريطانيا تستخدم الاي جي، ودول أخرى تستخدم الاي بي، وكل معظم الدول إلها تستخدم هذه الأنظمة. الإجراءات اللي أخذناها لغاية الآن، يمكن أولها كان السماح بالتقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات، وهذا كان أول إجراء لأنه لجانبين. أولا الجانب النفسي والخوف والأرق من أن الواحد يفقد يعني بعد الدورة الرابعة يفقد حقه، لكن الأهم أنه في مبدأ إنساني عالمي في الحق في التعلم مدى الحياة. فأنا بناء على إيش وما هي الفلسفة أو ما هي الغاية من أقول له أنت عندك أربع ضربات وبعدها روح روح؟ كلنا بنعرف أنه في ناس بيمروا بأزمات إنسانية اجتماعية مالية نفسية في مرضية. في ناس بيقول لك يا عمي أنا كنت طايش، أنا صار عمري 24 ولا 26 وبدي أرجع بدي أكمل وبدي أشتغل وكذا. وفعلا كلنا بنعرف ناس صاروا رجال أعمال وصاروا رجالات دولة بعد ما يعني بمراحل متأخرة من حياتهم. فما هو الهدف التربوي من إنه فهذه كانت الخطوة الأولى. وأيضا سمحنا للثانوي التطبيقي بالتقدم لامتحان الثانوية العامة. كان في إضافة إلى هاجس الخوف كان في ما يسمى يعني ثقافة العيب، إنه إذا أنت رحت مهني ودخلت في التطبيقي وفي تخصصات معينة خصوصا الاقتصاد المنزلي ما بتقدر تقدم ثانوية عامة، وما عم بعطيه شيء بديل.
مش انه بعطيه امتحان ثانوي بقول له خلص انت مدرسي يعني. طب هدول هم واولياء امورهم، بقول طب انت بعد 12 سنه شو اللي حققته يعني، شو الورقه اللي بتقدر فكان مطلب من بناتنا الطالبات انه يعني اعطونا فرصه نقدم الامتحان، ليش ما نقدمه؟ فقعدنا الحق. هلا اللي بده يكمل الامتحان الثانوي العام بيكمل الامتحان الثانوي، واللي ما بده يكمل بده يروح على سوق العمل مباشره، عارف شو قدراته، عارف شو ميوله، عارف شو كذا، كمان اهلا وسهلا. فالفكره انه اعطاء خيارات للطالب لي او اما في وقت لاحق انه ينتقل من مجال لمجال، وايضا امبارح او اول امبارح اخذنا قرار اللي بده ينتقل من العلمي للادبي ممكن ينتقل، ممكن ينتقل، واللي بده ينتقل بضمن المهني ممكن ينتقل. فهذه كلها تاخذ في عين الاعتبار انه الحياه مش طلقه واحده بتطلقها باتجاه معين ويا بتصيب يا هي عمليا. مستقبلا اللي عم نشتغل عليه، طبعا في شغلات اجرائيه اداريه زي الاعلان عن موعد النتائج زي الكذا، يعني هاي شغلات شكليه بس تؤثر في الجانب النفسي وتخفيف الضغط النفسي. الان بال 2017 و18 عم نشتغل على عده جوانب في تطوير لازلنا اولا على نظام الدورتين، مع انه على المدى الطويل راح نشوف انه التوجه بنصير باتجاه دوره واحده في السنه، ولكن غيرنا المعيار خلينا نقول من 50 ناجح 49 راسب الى معيار يعطينا القدره على التفصيل اكثر، حتى ما تكون زي ما حكينا طلقه واحده او مؤشر واحد. المعيار اللي هو مجموع الأول، يعني في أكثر من معيار صار، الأول هو مجموع العلامات من 1400 اللي هو مجموع العلامات بأوزانها المختلفة، هذا منسجم مع التوجهات العالمية في هذا الموضوع، والهدف منه أنه أعطي أنا أبتعد عن علامة قطعية. هو في واقع الحال اليوم لولا الجانب يعني إحنا منركز على قصة 50، ولكن موضوع 50 على أرض الواقع، على أرض الواقع ليس له معنى علمي، له معنى نفسي إنه 50 نجح وتسعة وأربعين، بس بالآخر يعتمد الموضوع على وين هو بده يروح. إذا واحد بده يروح طب، أي علامة بجيبها تحت 85 أصلا لا ينظر في، ما بيقدر يتقدم. صحيح. فعمليا علامة النجاح والرسوب اللي بده طب 85، صح ولا لا؟ وكذلك الهندسة وكذلك الصيدلي وكذلك التخصصات الأخرى بنزول، وحتى المهني وحتى الفني وكذا بدك تطلع. فليش إحنا يعني فالابتعاد عن قصة 50 كرقم واحد اللي بيشكل انطباعات إما إيجابية بدون مبرر أو سلبية بدون ما يبررها على 50. إذا أنا بقول، وكنا عم نحكي مع معالي وزير التعليم العالي، إذا واحد معدله 50 مثلا وبس هو موهوب بالفنون التشكيلية وعنده بورتفوليو من الصور والرسومات أو المجسمات أو الكذا، أنه أهم يعني علامة التوجيه تبعته ولا الموهبة اللي موجودة عنده؟ فلهاي الأسباب أولا انتقلنا إلى موضوع 1400، هذا بيعطينا مقياس ما إنه من هال 1400 شو أداء هذا الطالب، هل هو في فوق 1300 2000 1200 1100 700 600 500 400 300 لن نعود لل 699 لا 699 ليست فاصل بين أي شيء. هذا جانب. الجانب الآخر وهون في تنسيق يعني فعال ونتائجه ستظهر قريبا مع وزارة التعليم العالي، سنركز على الحقول، يعني اللي بده يقدم على الطب والعلوم الصحية وهذا بده يطلعوا أكثر على الكيمياء والأحياء، ما
من ما يطلعوا على المواد الأخرى. اللي بده يدخل على التخصصات الهندسية بال 17-18 إحنا دورتين وتسع مباحث بدال 10، لأنه رح يختار بين مادة الحاسوب ومادة علوم الأرض، والأدبي بيختار بين أو حاسوب أربعة فرنسي أو علوم مالية، بيختار واحدة من أربع مواد، وبالتالي بيصير عنا تسع مباحث. ولكن حتى نأكد العلامة من 1400، وهي أنا بدخل الموضوع مرات لأنه القادرة الجامعات إنها تحللها بهذه الطريقة حتى ما أننا تمام. الآن بال 2018-2019 تفضل. كيف جاء رقم 1400؟ يعني عملية توزيع الأوزان على المواد خصوصا حكومة المشتركة اللي هو في الثقافة العامة، اللي هو في العربي، اللغة العربية والإنجليزي والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن، ومنضيف له الرياضيات على مستويين في 2019 والسنة اللي بعدها، إنه نفتح مجالات أكبر للطالب يختار المواد اللي هو. هذا تأكيد لمبدأ إنه إحنا بدنا نركز على ميول الطالب ومواهبه، وما نحاول نخرج طلبة أو عمال أو موظفين اللي هم نسخ مستنسخة عن بعضهم البعض. أنا بالعكس بدي أعطي لكل واحد فرصة إنه يبدع في مجاله. فهذا التفكير اللي إحنا رايحين باتجاهه. فلو تطلع على الأوزان، أنا ما معي الورقة بس منقدر مصدر والدالة أيوه. بتطلع على الأوزان بتلاقي إنه شوي شوي إحنا عم نعطي وزن أكبر للمواد اللي كمجموعة للمواد اللي راح يختارها الطالب في 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 فبال 2018-19 رح ننتقل إلى دورة واحدة إلى 7-8 مباحث، ممكن تكون أكثر إذا هو بيختار يعني، بس بحد أدنى بده يقدم 7 مباحث، 8 مباحث إذا بده يدخل بتخصصات إما طبية أو هندسية أو كذا، بده نتأكد أنه عنده 8 مباحث، والعلامة بتظلها من 1400، وسنبدأ بحوسبة مجموعة من الامتحانات أيضا. أتمتت أو حنا كنا نحكي أتمتت، في ناس المتواصل ما فهموها، قلنا حوسبت. بنك بنك أسئلة، بنك أسئلة سيدي. وهذا يعني رح ينقلنا أيضا نقلة، هو جانب تقني ولكن رح ينقلنا نقلة نوعية في الموضوع، لأنه نبدأ نقرب على الدول الأخرى اللي الواحد بيروح بياخد الامتحان فيها، وهو بيختار في عنده جدول للامتحانات، مش بالضرورة كل الضغط وهالكذا وتوقيت الكل، والكل لازم يروح ونعمل 3 امتحانات في نفس اليوم لأنه إحنا جايبين الدرك والأمن العام وديوان المحاسبة وكذا. أنت بتروح على الامتحان، لو أنه أنا وياك قاعدين كل واحد، مش ضروري يكون في عنا مراقب أصلا، لأنه أسئلتي تختلف شوي عن أخي أونلاين والنتيجة بتطلع لعندك. فسنبدأ، إحنا بدأنا الآن في دراسة هذا الموضوع في يعني بال 18-19 راح يكون في مجموعة من الامتحانات، مش كلها، راح يكون محوسب. وأيضا سنتجه تدريجيا بإدخال نسبة أكبر من الأسئلة التي تقيس القدرات التفكير العليا اللي هي التحليل والفهم. هذه بدك تجيبها نسبة وتناسب، ما بتقدر أنا بكرة أعطي امتحان كله بيركز على القدرات والفهم مش على الحفظ، لأنه إحنا عودنا معلمينا وطلابنا على هذا الموضوع. بال 2018-2019 إن شاء الله رح نستحدث شغلتين أيضا جداد خارج امتحان الثانوية العام، اللي هو إحنا أنا بدنا نكون حريصين هون وتساعدونا بتطوير هاي المفاهيم عند المجتمع. لما بده يصير في عنا وسيلة للقياس والتقويم بالصف التاسع وبالصف الثالث، محطتين تقويميات. لما بنقول امتحان الناس بتفكر انه يعني الواحد مترك، بده ينجح بالمترك او يرسب بالمترك، او بده نرسب الطلاب الثالث.
النجاح والرسوب هو يمكن يكون راسب بثلاث مواد مثلا وعم بيضطر انه يعيد المواد. فلهذا السبب يعني الغايه ليست هي الترسيب او التنجيح، الغايه في كل في الصف الثالث ابتدائي ان نتاكد انه الطالب لما بيخلص الثالث ابتدائي يتمكن من القراءه والكتابه والحساب بالمهارات الاساسيه جدا جدا. إذا أخفقنا بذلك بالصف الثالث بدنا ندرس الوضع، هل سببه صعوبات تعلم عند الطالب؟ هل الطالب مرات بيكون ذكي جدا، وأنا ما بحكي عن صعوبات تعلم، ما بحكي عن إعاقات ذهنية، هل هناك صعوبة تعلم عند الطالب؟ في طلاب عندهم ديسلكسيا القراءة عندهم صعبة ولكن لما بسمع المادة بفهمها رأسا، في ناس العكس ممكن تحكي له اياها 100 مره بس اذا قراها يعني في فهدف هاي المحطه التقويميه هو هدف تشخيصي، انه نفهم هل المشكله عند الطالب ولا المشكله عند المعلمه وفي الصف او بالكتاب او عند الاهل او ما هي طبيعه المشكله، وبالتالي مؤازره الطالب في الصف الرابع الابتدائي حتى نتأكد انه هاي اي ضعف في القراءة او الكتابة والحساب يعالج آنيا، وإلا سنفقد الطالب، لانه اذا وصل الراء خامس او سادس او سابع وبدأ يتشعب بمواد بصير عم برسب بمواد العلوم والتاريخ، وهو مش لانه علوم وتاريخ لانه مش عم بقرأ ويكتب. فالصف الثالث مهم جدا وعم نشتغل على تطوير هذه المحطة التقويمية، والصف التاسع أيضا مهم جدا لأسباب مختلفة، لأنه في الصف التاسع بيكون مفروض امتلك هاي القدرات الأساسية اللي تتعلق بالقراءة والكتابة والحساب والكذا، وتعرف على مواد العلمية وأدبية ومهنية، والتاسع رح نركز عليه على تعريفه بشكل مباشر، بشكل مشاريع، بشكل رحلات، بشكل عمل تطوعي، بشكل مبادرات على اكتشاف مواهبه وميوله، وبالتالي على اختيار بعد التاسع لوين بده يروح. وهناك توجه الآن أو قرار خلينا هذا بتوجه نحو جعل الثلاث سنوات الأخيرة بدال السنتين الأخيرات، إحنا كنا 6-3-3، كنا 6 ابتدائي و3 إعدادي و3 ثانوي، بعدين صرنا 10-2، ولكن ليس هناك دولة في العالم بالسلم التعليمي بتركز على فقط آخر سنتين، بدك 3 سنوات اليوم من التخصص، فالعاشر والأول ثانوي والثاني ثانوي هم رح يصيروا المجال التخصص، ورح نصل بال 2019-2020 إن شاء الله إنه الطالب يستطيع أن يمتحن بالصف 11 بمجموعة من المواد المشتركة، الثقافة المشتركة اللي هي العربي والإنجليزي والتاريخ، وهذه حتى نتأكد إنه عنده هذه الكفايات، وبالصف الثاني ثانوي يقدر يركز فعلا المواد الأساسية اللي بده يتخصص فيها. فالثاني ثانوي بصير هو التخصص، الصف الثاني عشر خلينا نسميه هو سنة التخصص، يمكن يصير الثالث عشر، يمكن يصير لا هو راح يظل الثاني عشر إذا إذا من من إذا عديت من 1-12 ما راح نزيد سنة، بس التقسيم بيناتهم حتى ما ف يعني هذه إصلاح التعليم ليس له لا في عصا سحرية ولا في هي بوصلة تقودها توجيهات ملكية واضحة تبلورت في الأوراق النقاشية، وخصوصا الخامسة والسادسة والسابعة. الخامسة والسادسة ركزوا كثيرا على المواطن الفاعل ودور المواطن وبناء الشاب المواطن الذي يشعر أنه المواطن ليست فقط حقوق ولكنها حقوق وواجبات ومشاركة وانتماء وتعبير عن كل هذا الموضوع. الورقة السابعة أتت على
مواضيع نهائية، العملية التعليمية ومخرجات التعليم، وأن يصبح الأردن منارة للتعليم على المستوى المنطقة العربية. فهذه المؤشر يترجم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اللي بتحول هاي الرؤى إلى برنامج عمل قابل للقياس والتقييم في مدى الإنجاز، وتتعاطى مع ملفات التعليم التي يمكن أهمها المعلم، توفير البيئة للمعلم المعيشية والتأهيلية والتدريب ليقوم بدوره على أكمل وجه، وهو المحور الأساسي في الموضوع، والمناهج ومختلف المواضيع التي تتكامل في طبعا فصل على رياض الأطفال، على التعليم المهني، كلها هاي عناوين أساسية يعني لا يمكن تجزئتها. بس إحنا حبينا اليوم نركز على موضوع الثانوية العامة، امتحان الثانوية العامة، وعلى كمان نسلط شوي الضوء على الامتحان على المحطة في التاسع والثالث، لأنه إذا بدنا نحكي على كل المواضيع بهذا الـ يعني هاي التفصيل ما بنخلص. فإحنا منعول عليكم إنه بأي بالمواضيع، يعني زي ما تفضل أخي وليد في موضوع رياض الأطفال وأهمية السنوات الخمس الأولى، هذا موضوع يعني إحنا مقصرين فيه كبلد، وعلينا أن نلحق بالركب. وفي حديث يطول حول المحتوى والشكل والشراكة مع القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني. أولا كل القرارات فيها مجلس تربية، ومجلس التربية شكل لجنة منبثقة عنه فيها تمثيل مجلس النواب، لجنة التربية في مجلس النواب، لجنة التربية في مجلس الأعيان، نقابة المعلمين معنا في هذه الحوارات، ومجموعة كبيرة من الأكاديميين والتربويين المختصين في هذه المجالات. فمن ناحية نحن يعني لا نرضى أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول أنه لا يا عم إمام، هذا موضوع يعني في من هناك من قال أنه الثانوية العامة تقريبا كما هي من 61، من سنة 61، ليش نيجي نغيرها؟ فإحنا لا بدنا نقول أنه لا يعني هذا صارت جزء من التراث والفولكلور الأردني، ولا بدنا نقفز في الهواء بدون دراسة. في خطة على المدى المتوسط القريب والمتوسط والبعيد اللي ماشيين فيها. يعني أنت ركزت كل حديثك عن المحور هو الطالب، ومرت مرور الكرام على قصة المعلم والبيئة المدرسية، وفي مشكلة حقيقية في المعلم، وفي مشكلة حقيقية في المدارس. المعلم يعني على مدار السنوات السابقة يعني مرينا بعدة مراحل، كان المعلم أيام معهد المعلمين يدرس سنتين ويتأهل إنه كيف يكون معلم، وهي فترة بعتقد فترة السبعينات والثمانينات فترة ذهبية كانت تخرج. الآن يتخرج معاه بكالوريوس إنجليزي فجأة ولا هو بالصف عم بيدرس، وأنت بتعرف دكتور مش الشهادة هي معيار إنك مؤهل إنك تدرس، يعني بمعنى إنك بتعرف إنجليزي تعرف تكتب بإنجليزي في النهاية. نعم. فبالتالي وقس على باقي المواد، شو الخطة لإعادة تأهيل المعلم من جديد الموجودين الحاليين أو اللي بدهم تعيينهم جديد؟ ثاني شيء المدارس، إحنا بنحكي إذا نستبت أنواع المدارس حتى داخل عمان في تباين بين عمان وبين أطراف صحيح، وداخل عمان في تباين بين الكبير عمان الغربية والشرقية. نعم. من حيث المباني وهي أساسية البيئة المدرسية، ومن حيث المعلم كل تفضل فيه بصدر كلامك لا يمكن أن نمشي فيه لقدام ما لم نبلش في القاعدة. صحيح. وجزئية بسيطة جدا بنديش أخذ الأساس ما رجعش أحكي، بالفترة السابقة عملوا مسوحات وجدوا في نسبة أمية عالية جدا في المراحل الابتدائية. تمام. طيب أعلن أنه في عنا مشكلة وعنا كذا ألف طالب مش عارفين النسبة، طب بعدين شو صار فيهم؟ هل أمي صار يعرف يكتب هلا؟ يعني ذكرنا رقم 120، يعني رقم بعتقد مرعب. وانتهى الموضوع بإعلان هذا الرقم. شكرا شكرا لك.
اولا بس اسمح لي على موضوع انه احنا عن شو حكينا. انا ما حكيت على الطالب واهملت، انا حكيت عن وسيله القياس للنتائج اللي هي مخرج العمليه ككل، وقلنا انه وسيله القياس بحد ذاتها بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير، لأنه بالآخر أنت بحاجة إلى مسطرة. أنت أشرت التقييم اللي صار للصفوف الأساسية أنهم لا بقروا وكتبوا، هاي وسيلة القياس. لو ما عندي وسيلة قياس صحيحة ما بعرف إذا في عندي طلاب أميين ولا ما عندي. وهذا لا يعني أنه نركز على هذا الموضوع ونهمل المواضيع الأخرى. المعلم بالتأكيد هو المحور، والبيئة الصفية مهمة جدا، لأنه أيضا حتى المعلم الكفؤ إذا بتجيبه على غرفة زي هاي وبتحط له فيها 45 طالب مش راح يقدر يعلم. فهاي الأمور كلها بدك تمشي فيها بالتوازي، وما بتقدر تقول إنه إحنا بدنا نخلص أولا نعمل مباني المدرسية نوصلها لمستوى معين وبعدها منركز على المعلم وبعدها منركز على المنهج وبعدها منركز على كذا. طبيعة عملية تعليمية بدأت تمشي بالتوازي عليهم كله. فموضوع المعلم احنا ماشيين بالتعاون مع النقابة بمهننة التعليم. زي ما تفضلت، التعليم يوما ما كان مهنة عظيمة في لا يقل أهمية عن مهنة الطبيب، ولا يقل أهمية عن مهنة المحامي والقاضي. فالعودة إلى مهنة التعليم تتطلب مسار وظيفي واضح ورخصة للتعليم واعتماد المؤسسات التعليمية اللي بتقدم اللي بتخرج هؤلاء، وأن لا يقتصر تدريبه القبلي على مواد تخصص، ولكن فهم التعامل مع بالبيئة الصفية وهذا بدأنا فيه، ولكن نحتاج لحد 2021 حتى نضمن أنه كافة المعلمين اللي بيدخلوا جداد على جهازنا التعليمي هم مؤهلين بهذا المستوى الذي نطمح إليه. إحنا بحاجة أيضا إلى مسار وظيفي داخل التربية والتعليم. هذا المسار الوظيفي تبدأ أنت كمتعلم، أظن حتى ما أتذكر في ثلاث مسارات: مسار يقود إلى متعلم خبير، مسار يقود إلى قيادي خبير، ومسار يقود إلى مستشار معلم. معلم. الأول معلم. الأول معلم. الثاني بوديك عمليا حتى قيادي عمليا لإدارة المدرسة، تصير مدير مدرسة. الثالث بوديك باتجاه الإشراف. هذول الثلاث مسارات اللي وهناك حوافز واضحة وتقييم واضح. لا هلا احنا هذا الان هو عباره عن مسوده نظام. لما هذا مسوده النظام تتحول الى يعني يقر كنظام نبدا بتطبيقها، وهناك بيصير في حاجه الى تسكين للمعلمين اللي موجودين حاليا، وللمعلمين اللي بيجوا جداد تنطبق عليهم هذا الموضوع دون أن تتأثر لأي حقوق لأي طبعا ناس. بدون تأثير على أي حقوق مكتسبة للمعلمين ومدراء المدارس والمشرفين. فسؤالك فيما مكان هلأ فيما يتعلق ب إحنا عملنا قياس وطلعنا نسبة عالية من الرسوب في وعدم القدرة أو الأمية زي ما تقولت. في الوزارة من 2016 بدأت حملة مكثفة ببرنامج مكثف برنامج مكثف لتدريب المعلمين للمراحل للصفوف الثلاث الأولى بالتنسيق مع المشرفين. إحنا كان دور المشرف تقليديا أنه بفوت
بيعطي علامة للمعلم وبطلع. هدف المشرف إن تقييم المعلم وبطلع وبتطلع هاي العلامة للمعلم. ولكن ما كان في شراكة حقيقية في رفع، وكثير منها اعتبارات شخصية وبشكور، بس رفع سوية العملية التعليمية داخل الصف. ما كان يشعر المعلم إنه في له حدا سند بيساعده في ذلك. اطلعنا على التجارب العالمية في هذا الموضوع، وهناك برنامج حول هاي العلاقة من أولا من علاقة يعني تقييمية بالمعنى السلبي إلى شراكة إيجابية يكون المشرف هو داعم للمعلم. وأيضا تحولنا من الحفظ في هاي السنوات الثلاث الأولى إلى التعلم من خلال اللعب ومن خلال الأمثلة. مثلا الامتحان اللي أشرت له، لما بسأل الطالب كان في الثالث ابتدائي قديش 3 ضرب 4، نسبة عالية من الطلاب كانوا يجيبوا 12 حافظين جدول الضرب. بس لما تيجي تقول له إذا أنتوا 4 طلاب كل واحد فيه حامل 3 تفاحات، قديش عدد التفاحات اللي معكم؟ ما يعرفش يجاوب. فالمسألة الحسابية اللي بياخدها نفس المسألة اللي بياخدها اللي هذا حفظوه إياه، أما هل هو فاهم جدول الضرب وكيفية استخدامه؟ لا مش فاهم. فإحنا الآن لما بتنزلوا فعلا على مدارسنا بالأول والثاني والثالث رح تجد وسائل تعليمية، رح تجد مكعبات، رح تجد 48 مليون مكلف، وجاء بمنحة من صندوق USAID اللي هو الوكالة الأمريكية للتنمية وما اكتفينا بذلك، إحنا كل نهاية كل 6 أشهر بصير تقييم على نفس مجموعة الطلبة اللي فأنا بتوقع في الشهر شهرين القادمين راح يكون في تقييم، وراح نعرف هل صار في اختلاف نوعي في أداء الطلبة ولا بدنا نرجع نشتغل على بعض التفاصيل الأخرى. مدارس البيئة المدرسية، البيئة المدرسية احنا نتيجة عوامل مختلفة، منها الهجرة من الريف إلى المدينة، يعني هذا عامل. أصبحت القصبات المدن عندنا مكتظة، وصار في شح لقطع الأراضي اللي بنستطيع فيها أن ننشئ مدارس حكومية، صار ضغط هائل على المدارس. الوضع الاقتصادي أيضا عم بيجعل الأهالي يفكروا مرة ومرتين وينتقلوا من المدارس الخاصة. يعني القرار إجا يعني كان مفاجئ، إنه تظل توجهات كبيرة من الناس لنقل أطفالهم. ماشي على الإعفاء. فإنه يعني إعفاء الرسوم ونقل الطلاب من مدرسة خاصة إلى حكومة. يعني وظل اضطهاد، يعني ذكرته قبل فترة إنه في الوزارة بحاجة إلى 600 مدرسة للاستيعاب. تمام. الآن إحنا بدنا نميز بين شغلتين، أولاً هذا قرار عم ناخده على مستوى المملكة، مش بس في القصبات، مش بس بعمان. أنا المدرسة اللي طاقتها الاستيعابية تتجاوز حدود المعقول ما بقدر أحط فيها 100 طالب بالصف. الإصلاح اللي احنا عملناه إصلاح إجرائي، بمعنى بدال ما يجي كان يجي الأسبوع القادم بتروح على جبل حسين على بتلاقي آلاف صافين بالشمس على الرصيف معهم ورقة بدها ختم من هاي الدائرة لأنه بده ينقل ابنه، فالجانب الإجرائي وبدفع 60 قرش. هلأ هذا القرار مش مفروض يكون مركزي، هو مديرة المدرسة أو مدير المدرسة الحكومية بيجي بيقول يا عمي إحنا بالصف العاشر ما بنقدر نستوعب، وبالتالي الموضوع بإيده مش بإيد الدائرة المركزية اللي عنه. فإذا هو وافق بدخل هو على جهاز الكمبيوتر عنه، أو هو مرتبط هو والمدرسة الخاصة، إحنا عنا جهاز الأوبن إمس هلأ كلهم مرتبطين على نفس قاعدة المعلومات، وبقولوا لا مانع من نقل فلان لفلاني
من هاي المدرسة إلى هاي وبرصدوا على الهاتف. فأنا بكون عارف ومتابع الطفل هذا وين كان. ما في داعي أبوه يجي من إربد ولا من الرمثة ولا من كذا على عمان على جبل حسين وصف بالدور ويدفع 60 قرش على هو مستعد. أنا بس أربراه أنا قلت سد دنانير وخلي نرجع لموضوع 600 مدرسة. 600 مدرسة بشكله تحدي كبير مالي استثماري بالنسبة للحكومة. إحنا بشكل لما بنطلع على السنوات الأخيرة من موازنة، يعني إذا أخذنا 600 مدرسة أقسمها على 10 سنين عم نحكي عن حوالي 60 مدرسة في السنة. الموازنة تكفي لبناء ما لا يزيد عن 20 مدرسة سنوية. هاي الفجوة لازم نغطيها بطرق يعني نفكر مع بعض كيف رأب هذه الفجوة من خلال أولا في عنا بعد سوري طبعا للاقتضاب، فالجهات المانحة لازم تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع. في جهات ممولة مستعدة أن تبني هذه المدارس وتؤجرها للحكومة مثل الضمان الاجتماعي، وإحنا في حوار مع صندوق الضمان بشكل يعود بربح على صندوق الضمان ولكن يرفع عبء آني في التمويل عن موازنة الحكومة. وهناك أيضا مجال للتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق برياض الأطفال. قياس وامتحانات اللي أقصد فيها الامتحانات المدرسية، هل الامتحانات المدرسية شكلية؟ حتى إحنا قاعدين نفكر في محطة تقييمية في الصف الثالث، محطة تقييمية في الصف التاسع، في عنا توجيه في مرحلة ممكن يكون في الأول ثانوي والثاني ثانوي، المراحل التقويمية للمدرسة. جميل. أين هي؟ هل المشكلة في المدرسة؟ بالإضافة إلى النجاح التلقائي يعني ولا بالإضافة إلى أنه كمان إحنا في كثير من المدارس وفي كثير من عملية التقييم للمدارس، إحنا نحكم على المدرسة أقل حظاً، يعني أنت تعرف أنه في منظمة أمريكية للمدارس الأقل حظاً وأنشأت بال 96 بافتراض 2001 تنتهي هاي المدارس في عملية إصلاح، يعني هي كانت المكرمة الأمريكية محددة في 5 سنوات لإصلاح هاي المدارس. بالعكس المدارس هاي ارتفع عددها، بدل ما كانت مثلاً 20 مدرسة 30 مدرسة صارت حوالي عندنا أكثر من 200 مدرسة مستفيدوا، أصبحت اسمها المدارس الأوفر حظاً وليس الأقل حظاً. نتمتعهم المدارس الحكومية مقارنة مع المدارس الخاصة. المدرسة الخاصة كثير جزء في بعض يختار أدوات التعليمية، يختار البيئة، يختار المعلم، يختار المنهاج، تطوير المنهاج ضمن سياقاته والمفردات اللي أنتم معتمدة من وزارة التربية والتعليم. بينما المدرسة الحكومية يفرض على المدرسة هاي الأدوات من معلم. هناك مدارس تستفيد من معلم مثلاً يمتلك مهارات إيصال المعلومة للطالب أو التعامل في عملية التدريس، زي ما حكيت قبل شوية إنه مثلاً الصفوف الأولى أنا مثلاً بنتي بالصف الأول متضايقة كثير إنها راح تروح تبلش المدرسة بواحد 9، ليش؟ لأن بابا ما فيش وقت، بنخلص دراسة بدنا ننام، أما هسا في شيء أصمه. بينما حكيت أنت هسا زي غرف مصادر التعلم إنه الطالب من خلال ما يجري من حوله يتعلم اللي يحصل على المعلومة ويفكر فيها. فتقييم المدرسة تقييم المدرسة الامتحانات المدرسية أين هي من هذا التقييم؟ نعم عليك عشان نجاوب كمان نفس الموضوع، إنه عندنا مثلاً امتحان المدرسة للقبض التوجيهي الآن في طلاب يحرموا بكميات كبيرة جداً من التقدم امتحان التوجيهي بناء على صحيح المعلم. صحيح. مثلاً طالب في له شروط معينة غياب أو في معلمين بنجح الكل وفي معلمين برصف الأغلب. فالآن هم متفاجئ اليوم من تقديم امتحان مش موجود طالب لما تقدم الامتحان لأنه خرج من المدرسة. الأصل في الامتحان إنه له غايتين، إن نقيم قديش امتلك الطالب من مهارات كطالب، وأيضا نقيم إذا في فجوة عنده كيف نتداركها، ونقيم العملية التعليمية. أنا يعني أعتقد إنه إحنا الجانب الثاني والثالث ما أعطيناهم أهمية كافية. يعني أنت زي ما تفضلت
في مدارس بترسب، في مدارس خاصة بترسبش إطلاقا، في مدارس حكومية بترسب. أنا ما بقول إنه الموضوع موضوع أهواء بشكل عام، ولكن تماما تراكمي ترى مش تماما، بس يعني ما عم نعطيه ما يستحق من الاهتمام كل سنة بسنتها. هم موجودين هاي الامتحانات، ولكن ما عم ندرسها، وما عم ندرس الرسائل اللي بتيجينا منها بكل سنة بسنتها، حتى نعرف نقيم أداء المدرسة، أداء المعلم، وأداء الطالب، والمنهج، وكل هاي الأمور المرتبطة. الآن إحنا بتوجهنا نحو الامتحان 2017-2018، الامتحان المدرسي راح يصير له أكثر أهمية، بخصوصا بصفة الحادي عشر. في نزوع بالمدارس الخاصة والحكومية أنه أنت نجحه خلاص هي فايت على التوجيه يعني، ففي توجه بهذا. ها أيوة. فلا، الامتحان المدرسي سيكتسب مزيد من الأهمية، والنجاح المدرسي وفق معايير واضحة سيكتسب مزيد من الأهمية في هاي المرحلة، وخصوصا أنه بعض الامتحانات إحنا بدها تدخل بالصف الحادي عشر حتى هي تقرر أنه هل يستطيع الانتقال إلى الصف الثاني عشر ولا لا. زي ما حكينا المواد الأساسية أو الثقافة المشتركة هاي لازم نتأكد أنه اكتسبها قبل ما يدخل في التخصص. فلذلك كل منظومة الامتحانات المدرسية لازم تكمل الامتحانات اللي بنعملها على مستوى البلد ككل. عليك حكاية بشوية عن المعايير العالمية في عملية التقويم والقياس. وفي الأنظمة مثل النظام الأمريكي السات والنظام البريطاني، الامتحانات الدولية يعني أنا عملت عليها سيرش وفترة عنها، حاولت أقيم أو أقارن ما بين اللي تعمل وزارة التربية والتعليم وما بين هاي الأنظمة. بس في المدارس الغربية، خلينا نسميها نجمة العالمية، في المدارس الغربية هناك يعني سيستمين، في الهاي سكول للمدرسة أو شهادة المدرسية اللي يأخذ الطالب يحصل عليها ممكن يروح فيها سوق العمل وممكن يكتفي فيها. وفي عندك اللي هو النظام اللي هو الغاية الأساسية منه أن الطالب يتوجه نحو المجالات التي هو يرغب فيها ويريد فيها لغايات أكاديمية للتطوير المستقبل. مثلا سات 1 تستطيع من المراحل الأولى تحديد شو مسارك أنك تروح تخصصات الحقوق الطبية. تماما. احنا في الامتحان الثانوية العامة للأسف يعني خلال السنوات الماضية مش قادر، يعني ممكن يكون في ضمن التطوير هذا التميز ما بين أنه أنا في فرق ما بين امتحان لغايات القبول الجامعي المستقبل الأكاديمي، وما بين أنه امتحان يعني أنه أنت اجتزت هاي المرحلة الثانوية العامة الهاي سكول زي ما يسموها عند الغرب بنجاح أو بمستوى معين أو حتى بدون بنجاح أو رسوب بمستواها اللي قد زي ما حكيت أنت مجموع علامات وليس راسب أو ناجح. أنا ليش؟ أنا بأكد على اللي تفضلت فيه، يعني في بدنا نميز بين الثقافة الأساسية المشتركة اللي هي بيس للجميع، للكل لازم حتى نعرف نتواصل مع بعض، نكون على الأقل عارفين شو تاريخنا. يعني في فعلا يعني في شغلات أساسية لازم تكون عند الجميع بغض النظر طلع على سوق العمل رأسا وصار حداد، نجار، سائق تريلا، شو مكان، أو بده يطلع في كيميائي أو فيزيائي أو كذا، بس بالآخر الـ 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 التخصص هو اللي بدنا ندفعه. وفي فرق زي ما تفضلت تماما بين ما يسمى exit exam وانترنس exam، في امتحان خروج من هاي المرحلة وفي امتحان دخول المرحلة. احنا في الأردن لغاية الآن لم يتبلور امتحان قبول جامعي، فمن ناحية من حيث أنه يتبلور حيث جامعاتنا أنه يبلوروا هذا الامتحان، لأنه في مصلحتهم ومصلحة الطالب. أنت لما بتيجي بتقول أنا بدي أدخل على الكيمياء، على تخصص الكيمياء، مش اللي جاي بالتوجيهي بين أعرف شو الرقم بين 78 و82 مثلا بمعدل، لا بدي أجيب اللي جايب في الكيمياء في مادة الكيمياء 85 وفوق لما منحولها طبعا. نعم ف
فهيك بصير فعلا في مجال للتخصص وفي مجال للإبداع، وبصير زي ما بتعرف بالسات وبغيره بياخذوا مواد إضافية، بصيروا ياخذوها في ما يسمى open education resources، بصير ياخذ مادة جامعة وبحط وبوقت لما بقدم على الجامعة الأردنية بقول أنا يا عمي أخذت هاي المادة وهيني امتحنت فيها أونلاين، فهاي لازم تأخذ في عين الاعتبار. في موضوع أنا ما حكيت فيه بس ذكرتني فيه هلا، إحنا في إشي اسمه المادة الحرة، هاي المادة الحرة ما بنعطيها إحنا أي اعتبار، ولكن تتخيل الشاب اللي مدرب رياضي، مدرب فريق، الشاب اللي مرشد في الكشاف، اللي أخذ جوائز بالقراءة ولا بالإلقاء ولا بالشعر ولا بالكذا، يعني هاي بجامعات برا بيأخذوها بعين الاعتبار، بيعطوها وزن، بيعطوها أهمية، إحنا أصلاً مش موثقينها، ناهيك عن إنه يعني فالرسالة اللي إحنا عم نعطيها لأولياء الأمور وللطلاب إنه هذا الموضوع مش مهم. فإحنا عشان هيك 18-19 راح يكون في صفحة للمواد الحرة الموثقة بالفنون، بالمسرح، بالرياضة، يعني زي اللي جاب الأول على العالم بالروبوت، هذا مسكين السنة راح ولا كأنها إنجاز طبعا. وهذا أصلا تغيب 30 يوم، نرجع لقصة للمعايير، إحنا بحاجة لإعادة نظر. طب أنا لما بيكون في غياب مبرر إما لأسباب صحية أو كذا أو كذا، وإجا وامتحن وهذا، شو مشكلتي معه؟ فإحنا أحياناً عن معاييرنا وإجراءاتنا فيها هيك، يعني ما فيها المرونة اللي بتاخد في عين الاعتبار طبيعة الحياة، طبيعة ال إن شاء الله. بعدين هسه شكنا فهمنا الإطار العام، نعم، فكرة من التطوير وين مسرته بالإجراءات بشكل عام. الآن في معلومات تفصيلية نسجلها، مثلا في 2017-2018 راح يقول لك 2400، بدنا معلومات تفصيلية فيما يتعلق في توزيع العلامات. بسيطة، هاي اليوم هاي موجودة من ضمن اللقاءات، هاي موجودة بنعطيكم إياها، لأنه في توزيع لكل علامة. وبس على موضوع الـ 1400، يعني هذا ليس هناك مش رقم سحري أو إنه يعني هي أي مجموع بتطلع أنت فيه اللي بيعكس التوزيع النسبي للمواد، يعني لو طلع معنا 1250 ما في مشكلة، لو كان طلع بس هو بالآخر رقم، يعني بتطلع على الـ SAT من 800 أظني، بتطلع على شغلات تانية فيها 1200، فهو رقمه بيعطي وزن. يعني دكتور أنا بس بحب شغلة، من الإجراءات اللي حكيت الآن فيها خصوصا المتكاملة، في فجوة صارت في جاب بالضبط في مرحلة اللي حسم الأسماء بأسماء مظبوط، يعني فترة الدكتور طوقان اللي دخل الحزام، دخل لغاية الآن المدارس ما بتعمل الحزام. أنا الإجراءات هاي الآن الاستراتيجية وفي الموارد البشرية كفيلة بديمومة الإجراءات هاي، لكن ما يكونش الإجراءات اللي بتحكي عنها كأنها تغير الوزير أو الحكومة. هذا سؤال ضمان، هذا سؤال مهم جدا. ما نجرب التربية الذات تعليم، نعم صحيح، عندنا فجوة 12 سنة، نعم، المقياس اللي بتحكي عنه هذا بيصير النتائج بعد 16 سنة تماما، 16 سنة دراسية أو 16 سنة جامعة تماما، كفيلة بإثبات صحة الإجراءات هاي. تمام أيوة. النقطة الثانية عرجت عليها بس برجع لها مرة ثانية، بالزمانات كنا نحكي عن فرق مدرسية مسرحية رياضية انتهت للأسف الشديد، الرياضة الكشاف كان مباراة بين ثانوية، يعني بحكولي بعمان بين ثانوية كذا وكذا كذا اللي الأردن تجمع عليها طبعًا. كنا نطلع فرق يعني وطنية من المدارس، كانت في المرحلة السابقة من المناهج التقيت بناس وضعوا المناهج يقول لك حنتعرض ضغوطات، صنفت ضغوطات انه اجى فلان متنفذ بغض النظر عن اسمه اجبر على ادخال مفاهيم ماده معينه مثل مفاهيم الفلسفه بحدى المناهج، لا منهجيه ولا معرفيه وادخلت غصبا. الان حشو التكرار، بتقرا على سبيل المثال تكون واضحه لك رساله عمان بكم موجودة كم مرة؟ موجودة تقرأ الدستور الأردني، الدستور الأردني بالصف الرابع، أنا يعني مادة عظيمة بس لازم تكون للتاسع حتى يفهموا على المجالس النيابية الصف الرابع. تذكر جاب لك الكتاب أبو عون اللي يعني سيدي إنه ما فيش المناهج برغبات الناس، حشو المناهج برغبات الناس بس استكمالا بال زياد، يعني بفصل بالعشر على كل شيء ولا بحكي
لأن أنا كان عندي توجيهي العام الماضي قرأت بعض هي علمك بقدر شيء أقرأ فيزياء ولا رياضيات لا الثقافة العامة ولا آخر شيء حقيقة إشي صادم اللي موجود صادم مثلاً عفور زمن تقول لك كان أزمة جزر الخنازير اللي صارت أيام كوبا طب الأمريكي نفسه بتسأله ما هوش خبرها يا عمي من جرحش فيها واحد شو الغاية منها إنه أنا حشها في المنهاج صحيح. صحيح مثلاً على سبيل المثال صحيح طيب في اسمه في ثقافة عمودية في ثقافة أفقية تمام اللي بدي أنصره أفترض يأخذ طالب ثقافة أفقية العمودية لما بيتخصص تمام. تمام أنا حتى على مستوى محلي أنا إيش بدي في مجلس وطن شؤون الأسرة مؤسسة مش عارف كذا مؤسسة كذا أهداف حتى بالأفقية وحتى بالعمودية المعلومات العامة أنا إيش بدي فيه فرق اليوم إحنا بالثورة الصناعية الرابعة اللي بنحكي عنها المعلومة ما عادت هدف لانه انا المعلومه هلا اي واحد بتطلع لي شو المجلس الوطني لشؤون الاسره بتطلع لك شو قانونه وشو عمل واهدافه وشو اشتغل السنه الماضيه مش ضروري احفظها اطلاقا فعلينا ان نتحول من يعني يكون الكتاب حافظه للمعلومات لا يساعدك على طريقه التفكير يعني السؤال اللي هو يشحذ فضول الطالب أكثر إنه لو حولنا الموضوع إحنا وإن للطالب مثلا ما هي أهم أزمات في المنطقة أثرت على الأردن مثلا ديموغرافيا خليه يطلع يدور موضوع الأسرة صحتها وحمايتها وكذا مين الجهات اللي معنية فيها وهل تؤثر في الواقع على حياتك في هذا خليه يطلع يبحث فهو هي لما بتسأل السؤال الصح وتطلق له العنان أنا معك تماما أخي زياد أنه أنا أدعي إحنا طبعا عندنا مشكلة تاريخية أنه نعمل استراتيجيات ولا يتم تطبيقها ولا يتم المساءلة عليها ولا يتم المحاسبة فأنت الاستراتيجية أنا باجي وزير الاستراتيجية بالكامل بقدر أحطها على جنب كنت اليوم أنا كعمر رزاز ما بقدر أحط استراتيجية الوطنية لأنه الحكومة بتسألنا عليها مجلس الأمة بتسألنا عليها وجلالة الملك وجلالة الملك بيسألون عليها فبقدر أجي أقول يا عمي البند 3 ألف اليوم بدنا نستعيض عنه في كذا وأبرر وأخذ ضوء أخضر من دولة رئيس الوزراء يقول لي لأنه أو هاي بدنا نأجلها للسنة القادمة أو هاي بدنا نبكرها أنا أتمنى أن نستمر في هذا النهج على دوري أو على دور غيري لأنه إذا إجا واحد تاني خليه على الأقل يجاوب هاي الأسئلة لأنه طب أنت بدك تستعيض عنها بإيش أما هاي الثقافة أنه أنا بحطش كل شيء على جنب وببدأ من جديد بدون ما أحتاج إلى مبرر هاي خطرة بصراحة ولذلك هاي بتعطينا مناعة إلى حد بعيد عن قوى ضغط مختلفة تيجي تقول لك فوت هاي أو طلع هاي أو كذا طب أنا عندي برنامج ناقشني في البرنامج مثلا موضوع الجيولوجيين احترامنا لهم تحدثوا في موضوع ليش مادة الجيولوجيا قلنا لهم لا مش مادة الجيولوجيا إحنا دائما كان هاي والحاسوب نجاح ورسوب وانتو كنتوا تقولوا انه تأثر سلبا على الطالب لانه بطل يدرس لا هاي ولا هاي بيعتقد انه لو جاب 50 فيها ما كان يأخذها ما أخذ الجد ثانيا نفس المبدأ سينطبق بال 18-19 على الجميع كله صار تخصصات نفس المبدأ سينطبق على الأحياء والكيمياء والفيزياء المعيشة تبعهم طمناهم عليه انه أنا لن أسمح لمدرسة خاصة انه تحط انه احنا بس رح ندرس الحاسوب وهذيك المدرسة راح تدرس فقط علوم الأرض هذا الخيار للطالب وليس للمدرسة وإلا بكونش عملت إشي بتكون يعني بداية سيئة لل 18-19 لأنه بديش أنا عم بعطي هاي الخيارات للطالب يختار للمدرسة بتقدر تقول إحنا راح نعطيه بالفصل الأول الحاسوب وعلوم الأرض الفصل الثاني هذا ممكن يرتبوها أما أنه يقول أنا هاي السنة ما عندي أنت بدك إذا عندي بدك تختار هاي المادة لا فإحنا
يعني ليس هناك أي فئة حق أنه يجي يقولوا يملوا علينا لا سمح الله أنه هاي المادة حطوها هاي المادة وسعوها في مرجعية. اسمح لي سؤال، يمكن فيه راح يكون كمفاهيم مش كتير ملزمة صغيرة ما تتجاوز 10 صفحات كده الطالب اللي يقول قليلة وراح يتعلم منها بهذه الطريقة أكثر مليون مرة لو ما بحطها بكتاب يمكن كتاب التربية الوطنية، كتاب مهارات التواصل، والله مهارات اتصال كفيل بأن تعلموا على التفكير الناقد، على مهارات الاتصال، يفرق بين الخبر بالتواصل الصورة. بس معليك سؤال، ليش مثلا المجلس الوطني للمناهج وجب نظام وليس قانون؟ لسبب رئيسي، إذا ما هو كل واحد في النظام القانون وسيلة لغاية. إذا أنت تريد أن تفصل بجدار عازل بين وزارة التربية والتعليم وبين المناهج تعمل قانون، لأنه ساعتها هذا مستقل كليا وهو يقرر المنهج اللي بدنا نعلمه في التربية. لم يكن هذا الهدف تماما، كان الهدف أنه أنا بدي جهة متخصصة. اللي صار معنا على مدى السنوات أنه نحن نعيد إنتاج نفسنا، المعلمين اللي عم بكتبوا الكتب المدرسية أفضل معلمين، ولكن بطبيعة الحال هم خريجي منظومة نفس المدرسة، ما رح يقدر يخرج من جلده ويطلع بشيء مختلف. اليوم اللي عم نحكي عنه اللي عم بصير في العالم في نقلات نوعية لها علاقة بالتكنولوجيا ولها علاقة بوتيرة التغيير وكذا، ما عاد ممكن انت اليوم تحط كتاب فيزياء إلا تكون مدرك إنه بدك تعدل عليه بعد 3 سنين أو بعد 2 سنين. حتى إحنا تعلمنا إنه جيلنا تعلم إنه بلوتو كوكب، اليوم بقول لك بلوتو مش كوكب، بطلنا جدول العناصر الكيمياء زادوا عليه يمكن 7-8 عناصر من لما أنا خرجت توجيهي، فيعني الأمور عم 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 تختلف. ف يعني لهذا السبب هو نظام، لأنه المرجعية الوزارة. يعني تقول أن إحنا عندنا سؤال ضمن خصوصيات الاستراتيجية الوطنية اللي راح يكون هنالك مركز أو مركز للمناهج وآخر للاختبارات وآخر لتدريب المعلمين، هل هذا سيكون جميع هذه المؤسسات القادمة أنتوا أشأتوا وحدات اللي عندكم مركز الاختبارات راح يكون في مركز لتدريب المعلمين أتوقع يكون بالتعاون مع أكاديمية الملك رائد، هل ستكون لها تبعية للوزارة ولا يكون لها استقلالية؟ إذا بتطلع على الاستراتيجية، الاستراتيجية بتحط تصورات وتوصيات عامة. الآن التفاصيل ما بيقدر فريق، مثلا لو إحنا قعدنا وحطينا الاستراتيجية نعنى بكل تفصيل في هذا الموضوع، لما بنيجي على كل واحد منهم ندخل بتفاصيل إنه هل لازم يطلع بقانون ولا بنظام ولا بنظام مرتبط بالمادة كذا من الدستور ولا الآن اللي عم نحكي فيه انه الاختبارات مركز المناهج. انت هو تعريف المناهج وانتم كلكم تعريف المناهج كمنهج هو يشمل مش الكتاب المدرسي، هو يشمل الاختبار ويشمل دليل مصادر التعلم والمواد الإثرائية، ولكن هذا لا يعني انه الامتحان بده يحطه المركز بحط الأطر العامة والمخرجات اللي لازم يقيسها الامتحان. فإحنا عنا اليوم مركز مركز الامتحانات اللي عنا موجود. إحنا كنا نعتقد إذا نروح باتجاه بنوك الأسئلة وحوسبة الامتحانات وكل التقنيات، هذا المركز بده تطوير. المركز الموجود عنا داخل الوزارة، هل يستدعي ذلك أني أطلعه بنظام ولا أطلعه بشكل مستقل؟ لا أعتقد ذلك، أنه عنا الإمكانية أنه نعملها بهذا الشكل. سؤال أخير سيدي وحكم معلومات، يعني في بداية امتحانات الثانوية العامة للدورة الحالية كان في بعض الشكاوي والملاحظات وبعض الأسئلة في بعض المواد، إن السؤال أول خارج المنهج، السؤال صعب جدا. هذا الآن أتوقع مع تحديد موعد الآن الثالث الخميس في عندكم مؤشرات أولية، هل كان الطلاب في هذا الجانب أم هي كالعادة يعني الروتين السنوي اللي يسمعوا منك
من الطلاب ومن التربية كمان. لا لا، سؤال منطقي، في له إجابتين. في حالة واحدة اكتشفنا أنه في خطأ مطبعي، في حالة واحدة اكتشفنا في خطأ مطبعي في أحد فروع الأسئلة، وتم توزيع العلامات على الفروع الأخرى. لا، بالرياضيات. الطالب اللي اكتشف أنه هاي غلطة مطبعية وصلح وأجابه صح أخذ علامته كاملة، واللي ما أجابه صح ما خسر ولا علامة، توزعت العلامات لأنه هو إجا آخر فرع من سؤال، فاللي أجاب الفروع الأخرى كلها صح توزعت علامتين من هذا. فهذا الجانب واحد وهو الاستثناء. الجانب الثاني، لما كانوا الطلاب يقولوا في كثير طلعت مادة يعني مصورة استبيانات هيك وأسئلة للطلاب، اللي يقول إنه الامتحان صعب كثير، اللي الطالع يقول لا الامتحان معقول، وهذا بتصميم الامتحان انه انت بدك تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. لازم يكون في عندك سؤال يجاوب عليه 99% من الطلبة، لازم يكون في عندك سؤال يجاوب عليه 1% من الطلبة، وما بين يكون في تسلسل حتى تقدر تقيس. فطبيعي بكل سنة بيطلعوا طلاب بيقولوا الامتحان صعب، هي بس أقول لك إحنا اللي بنتفاداه جانب تقني حتى نكون واضحين، إنه بدكش أنت تقول الساعة 8:05 ستعلن، هذا الكل بدخل مع بعض بتعمل لك إرباح يعني. فهذا الإشي حتى نكون واضحين، مش لأنه فيه سر نووي زي ما بقول شو اسمه. هناك تلازم بين الامتحانات الأسئلة، وضع الأسئلة والمناهج، مثل الأسئلة المنطقية والمنطقية. كان أستاذ الفيزياء الدكتور فيزياء تنسب عفوا، احكي لنا السؤال، كيف مثلا على سبيل المثال كيف طريقة تحرير فلسطين؟ الأخ مسلم يجاوب طريقته والشيوعي طريقته والحل طريقته. الآن في مثل التربية، سبيل المثال كنت بصف ثالث كانت، فهل صوت العصفور جميل؟ كتبت لا، حطيت لها غلط، ماشي؟ هي ما شافت العصفور. لا تسأل ابن الريف يقول له أحسن حيوان يقول لك الكلب، أنجز حيوان عند الجماعة يقول لك الكلب. فشوف التباين بالأسئلة. فإحنا بدنا حتى واضعين أسئلة هذول يدربوا إنه في مهارات تدريبية في وضع الأسئلة 100%، حتى المنطق يشتغل، حتى الجواب من البيئة يجي. زياد بيك اللي إحنا، أنت حطيت أصبعك على الوجع. إذا غيرنا المناهج وما طورنا المفاهيم وطرق التدريس والغاية منها عند المعلم، ويصير يلعب دور ميسر وقيادي في الصف بدل ما يكون يعني ملقن لمعلومة بده، هذا بنكون وكل اللي بنعمله بغير فائدة. الأسئلة اللي تفضلت فيها هي مفاتيح للطالب انه يفكر بشكل منطقي. اذا قالت انا صوت العصفور لا ليس جميل، بدها تشرح هي ليش. فقد يكون ففي جانب منها عم تكتشف ذاتها، هي ما بتحبش الأصوات، يمكن بدايك سمعها، يمكن الصبح بفيق هذا أو كذا، أو يكون صار معها شغلة فهو المنطق والتسلسل بالأفكار وشرح موقفك هو المهم. فليس هناك بس بالامتحانات هاي بتصير شوية عقد، لأنه أنت بدك سؤال واحد، وهذه حتى بامتحانات الاس اي تي والكذا صار في سؤال كتابي اللي انت بيقيسوا فيه المنطق اللي انت وتسلسل الافكار اللي انت بتعطيها، بدل ما فلا يعتمد، ليس هناك اجابه صحيحه واحده، ولكن الاجابه الصحيحه هي في المنطق اللي بتستخدمه. هل توصلت مع اتفاق مع التعليم العالي بعد ما كان في اجتماعين مع وزاره التعليم العالي ومعالي الدروس الاجتماعي؟ في ما يتعلق في قصة مجموع العلامات، هل سيكون على الشهادة معدل علامة مئنية؟ أي إشي متوسط تماما راح يكون على شوف في جزء يعني هلأ، في جزء هو صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وجزء يتعلق بصلاحيات التعليم العالي، ولكن المهم أنه ننسق
بشكل كبير مع بعض. احنا عنا الشهادة وكيف شكلها وشو اللي بتتضمنه هاي مسؤوليتنا، ولكن انا بدي اعطيه المعلومة اللي بتفيده، وهو عم بسعى جاهدا انه يستفيد من كم المعلومات اللي احنا عم نعطيها حتى يعطي وزن. واخر توجهه يمكن انتم انه يكون في وزن للمجموع، وزن للحقل، وأوزان أخرى قد تعطى لمادة معينة أو لمواد حرة أو ما كذلك حسب التخصص وما إلى. فهناك تنسيق كبير، هناك اجتماع مجلس تعليم عالي اليوم عم بناقشوا فيه هذا الموضوع، وأنا بتوقع يعني في القريب العاجل راح يطلعوا هم بتصور واضح لكيفية استخدام العلاقة مع النقابة كويسة. شكرا، هذا سؤال مهم. يعني احنا بنعتبر نقابة المعلمين شريك حقيقي مش صوري، بنشاركهم بالهموم المعلم وطموحاته، وبنشاركهم ايضا في تطوير العملية التعليمية برمتها. وهذه يعني اي علاقة غير هاي ستؤثر سلبا على الطالب وعلى العملية التعليمية وبالآخر على المعلم. فالحمد لله علاقة تشاركية وبامتياز. سؤال بس أخير، يعني من واقع تجربة شخصية مع مدرسة أولادي، يعني المعلمين المسؤولين على الثانوية هنا يقول لك إحنا كل نسمع مقرام الإعلام أصحاب مدرسة خاصة خاص، طيب يقول لك هذا كله بده تهيئة. طب احنا افترض سواسر معنا تجاربنا لا فهمين حتى الان. ثاني شيء يقول لك صراحة اللي انا بعرفه طبعا، يقول لك طب انا بدي اغير حتى بشكل الصفوف عندي، بدي اجي معلمين، بدي اجي معلمين، بدي ارتب حالي. طب انا المدرسة بعد شهر والان 17-18 في تغيير على طريقة التدريس. طب انا اتفاجئ مع بداية المدرسة يقول لي التربية اعمل هيك، طيب السنة اللي بعديها. شوف سيدي انا عارف، يعني شوف التغيير عادي، يعني اي انا بدي اجاوب هذا السؤال وبعدين مضطر يعني من ناحيه التغيير هو سنه الحياه كلنا بنعرف ذلك، ولكن في نفس الوقت التغيير لا يعني ليس سهلا على احد. كل الناس بقول لك يا اخي ما هيك بتربكونا، طيب ما فيها بس ما وبالاخر كمان ما بقدر انه هلا مرات احنا من يعني فيما يتعلق في التوقيت منتساهل في هذا الموضوع، لانه دائما المدارس بدها وقت حتى تستدرك وحتى تلحق، وحتى لما منعدل على الانظمه احنا حريصين ان معظم الامور ما تكون باثر رجعي. في بس كل شيء يعمم. هلا بيجي بقول لك لا 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 تعمم بس هم بيجي بقول لك طب ما انتم ليش ما حكيتوا لنا قبل؟ طبعا لو اني حكيت له قبل سنتين كان احسن. بس ما هو كمان احنا يعني هاي سيروره عم نشتغل عليها وعم تتطور وفي كذا، يعني في شغلات انا بتمنى تكون اوضح اليوم من ما هي. بس اذا بدك تشتغل، اذا في مأسسه للقرارات بدي أمشي بأربع خمس حلقات حبين ما أوصل للقرار. بتمنى كان أكون هيك أقوم الصبح وأقول بكرة بدنا نساوي كذا، بس عملية الإقرار التعليمات والأسس والأنظمة والكذا بدها تتشاور مع نقابة المعلمين، وبدي أتشاور مع أصحاب المدارس، وبدي أعد هذا وبوديها لديوان التشريع والرأي. كل هاي الفترة بقدرش أقول لصاحب المدرسة شو يساوي.